تونس طبعا استعدادا لمباراة النجم الساحلي. مساء الخير عليك يا أمير. فاروق وتحياتي لضيفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا خليني اقول لك ان في هذه اللحظات خلاص بعثه النادي الاهلي تستعد للتحرك لمدينه سوسه، وهي المدينه اللي هتقام عليها مباراه الاهلي والنجم الساحلي التونسي، واكيد هي مباراه هامه جدا. لكن طبعا خلينا نتكلم بالتحديد عن المران النهارده. المران يمكن كان مران مهم للاعبين يا كابتن فاروق، كان في يعني بعض الجوانب البدنيه، بعض تدريبات الكوره مع نهايه المران كان في ايضا مهمه جدا يعني مع اللاعبين في معادة المصابين سواء حسام عاشور او احمد الشيخ. حسام عاشور يعني يمكن الحاله بتاعته في تحسن مستمر، الدكتور خالد محمود يعني قال لي ان خلاص يعني بنسبه كبيره هيلحق ان شاء الله مباراه النجم الساحلي يوم الاحد. بالنسبه لاحمد الشيخ لسه عنده بعض التقلصات في عضله القطنيه في اسفل الظهر، فبالتالي يعني لسه الامور بالنسبه لاحمد الشيخ ما وضحتش، لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي شاركوا في المران بشكل جيد جدا النهارده. ايضا خليني اقول لك ان خلاص كل التجهيزات في مدينه سوسه، التجهيزات جاهزه طبعا لاستضافه فريق النادي الاهلي سواء من ناحيه الاقامه من ناحيه الملاعب اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي. خليني اقول لك ان مدينه سوسه بتبعد عن جمرت طبعا المدينه اللي في عاصمه تونس اللي احنا متواجدين فيها بحوالي 180 كيلو، يعني اعتقد حوالي ساعتين من هنا طبعا هناك. واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله. خليني اقول لك ان في هذه اللحظات خلاص لاعبين النادي الاهلي بيتحركوا للاتوبيس الخاص بيهم عشان ان شاء الله يركبوا او طريقهم طبعا ان شاء الله للوصول لمدينه سوسه، ومن ثم الاستعداد للمرحله المقبله ان شاء الله من خلال تدريبات سواء غد او بعد غد، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هسيبك بقى مع لقطات ان شاء الله مع لاعبي النادي الاهلي هم في تحرك دلوقتي. طيب. امير قبل ما تسيبني بس انا عايز اطمن على حسام عاشور، هو هيبقى الى حد ما موجود في المباراه القادمه، لان هو قدامي طبعا على الشاشه حسام طبعا ماشي بشكل كويس، لكن طبعا اللعب ده نتمنى طبعا يبقى موجود. طمني على حسام عاشور يا امير. يا كابتن فاروق بحاله يعني هو يمكن عنده طبعا كدمه في الركبه وفي الرباط الداخلي للركبه، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله هيلحق المباراه، مباراه يوم الاحد. هو النهارده كان عنده بعض التدريبات العلاجيه في فندق الاقامه مع احمد الشيخ، طبعا هما الاثنين القائمه المصابه في النادي الاهلي، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله ممكن يلحق المباراه من خلال استعداد من تدريبات بكره او بعد بكره. هنشوف خلال التدريبات هل هيلحق ان شاء الله ويتمرن، ولا هيكون لسه محتاج تدريبات علاجيه اضافيه قبل المشاركه في المباريات، لكن كل ده هيظهر طبعا من خلال التدريبات بكره ان شاء الله. الحاله طب المعنويه بالنسبه للاعبين واصرارهم وكلامهم مع بعض، اكيد انت متواجد معاهم بشكل كبير، اكيد الكلام بيبان، النظرات بتبان للاعبين، قول لي يعني اديني كده تعبيراتهم وكلامهم عن المباراه القادمه. طبعا خليني اقول لك ان الحديث الدائم بين لاعبي النادي الاهلي يا كابتن فاروق وهو اهميه الفوز في هذه المباراه واهميه ان شاء الله التاهل من خلال طبعا المباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، خصوصا ان فريق النادي الاهلي قدر ان هو يوصل لمرحله مهمه جدا في البطوله يا كابتن فاروق، فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يعني يقدم اداء زي الاداء في المباراه امام فريق الترجي التونسي عشان يقدر يستمر ويكمل في هذه البطوله اللي اكيد مهمه لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للفريق. لكن خليني اقول لك ان في حاله تركيز كبيره جدا واضحه على لاعبي النادي الاهلي يا كابتن فاروق، وان شاء الله هيكونوا جاهزين بشكل كبير لاداء مباراه قويه ان شاء الله امام فريق النجم الساحلي. يلا ان شاء الله خير يا امير كده، وتبقى رحله موفقه، واكيد ساعتين ولا هيكون